تكثر الحلويات المميزة والشهية في شهر رمضان المبارك، ومنها النمورة السلمونية، وهي حلويات شرقية تحضر من السميد بشكل أساسي، وتختلف طرق تحضيرها وتزيينها بين منطقة وأخرى. النمورة السلمونية أحدى الحلويات العربية في مدينة السلمية، توارثناها من أبائنا، وهي مؤلفة من السمن والسكر وماء وسمن مكسرات. نقوم بتحضيرها على الشكل التالي: قبل 24 ساعة نحضر العجينة المؤلفة من السميد والسكر والماء، بعد 24 ساعة تمد هذا العجين في صدر يتناسب بكمية العجين، حيث يدهن صدر بالسمنة ويوضع الكمية فوق المكسرات فوقها بشكل متناسب، ومن ثم نضع المكسرات، ثم توضع بالفرن لمدة ربع ساعة، ويكون القطر جاهز ليسكب عليها وتصبح جاهزة لتناولها عند مائدة الإفطار. وإن هذه النمورة إلى شعبية كبيرة لدى أهالي مدينة السلمية، وعليها إقبال كبير بسبب مذاقها اللذيذ ولونها الجميل، وهي المأكولات الرمضانية المرغوبة لدى الأهالي على مائدة الإفطار. وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك. أينما مررت في شوارع مدينة السلمية لابد أن تلحظ رائحة الحلويات التي تصنع لتقدم على مواعيد شهر الفضيل. للأخبارية السورية محي الدين.